أبسط من هيك، شو هو مهمة علم الأخلاق الطبية؟ مهمة عالم الأخلاق الطبية هو مساعدة مقدمي الرعاية الطبية سواء الأطباء والممرضين ولا حتى الأهالي، يعني وصول لحل عندما تتنازع القيم تبعيتهم باتجاه حل معين. بيكون عندك خيارات معينة أنت، على سبيل المثال هل هذا المريض لازم يضل على الإمعاء، لازم يضل على الآلات الملقية للحياة ولا لا؟ فأنت بصير عندك صراع من القيم، هل أنا كطبيب لازم أعمل هذا الإجراء اللي هو مخالف لقيمي ومبادئي ولكن هو بيتماشى مع قيم المجتمع، ولا المريض بده هيك ولا أهله بده هيك؟ فبصير في عندك نوع من الصراعات بالمبادئ. فإحنا شغلتنا بالأخلاق الطبية إنه إحنا نجي نحاول نعمل موازنة لهالأمور هي، ونبحث عن الطريق اللي هو ممكن يرضي الجميع أو هو المتفق عليه على أنه أخلاقياً مقبول بهيك حالة. هلا من المطلعين اللي ما كثير بيعرفوا بهذا المجال بيقول لك انه حكيهم للجماعات الاخلاق الطبيه كله بيشبه بعض، بس بالواقع هو صراحه مو كله بيشبه بعض، احنا في عندنا تفاصيل معينه ونعطي اطر معينه بنقول، يعني حتى لغتنا محدده انه هاي الاشياء مسموح العمل فيها وهذه الاشياء غير مسموح العمل فيها اخلاقيا، ولكن بالنهايه نحن فقط بنعطي recommendations and guidance، بس ما بنحدد بالضبط لشخص. مستحيل انا اجي مثلا لعند طلال اقول له يا طلال انت لازم تعمل هيك، نحن مو شغلتنا البوليس الأخلاقي أبداً، نحن شغلتنا نحاول نساعدك تعمل الشيء الصح للمريض والصح إلك أنت بناءً على مبادئك ضمن إطار أخلاقي بيقبله المجتمع وبيقبله المجتمع الطبي والمجتمع الأهلي، مو بس المجتمع الطبي.